إذا كان تحضير حلوى العيد عادة لا يتخلى عنها الجزائريون، فإن الاهتمام بشكلها وطريقة تقديمها في أطباق مزركشة وبأشكال مبتكرة أصبح أيضا من بين أولوياتهم، ويبدأ التخلي عن علب الكرتون. ولاو يخدموا دي بلاتو شابين دو لوكس اون بلوس فيهم لي كولور كيما تحبوا، يخدموهم باليد تانيك. تما عندنا لو شوا هاد اليامات، ولا عندنا لو شوا، ولينا نقدروا نخيروا بيان كيما نحبوا، ميم كي ندوا للمهيبات ولا لا فامي. بور موا عجبوني لي بلاتو تاع الكاطو، هادوك سي بلو بريزونتابل. تحطي الكاطو لداخل يبان، ميم تدخلي به ضيفه ولا تديه كوم كادو يجي شباب ايتو. انا هادوك ساعدوني بزاف في ميم في لي بري ريزونابل، جوغ سي ميو خير من لي بواط تاع كارتون تروحي تخافي تكسر لك الكاطو ايتو. الإقبال على هكذا نوع من العلب في أواخر شهر رمضان رفع من حجم مبيعات الحرفيين المختصين في هذا المجال، وفتح أبواب الرزق أمام البعض. في الأيام الأخيرة هذه بزاف الإقبال على هدوما تاع الصداق وعلى البواي تاع الكاطو، بزاف الإقبال. كي يدخلوا بالسنيوة البلاتو الكاطو تاعهم يبان متحوف. اولا عندهم هذيك العلبه تاعهم، الباطه تاعهم ولا سنيوه تاعهم شابه ديجا، هي الي بريزونطاب في روحها. زيد كيديروا فيها غاتو شباب، الله يبارك. دوكا كاين انواع كبيره تاع لي غاتو، وكاين المبدعات بزاف الله يبارك. دونك شغل لي غاتو فيهم يبانوا كنا اروع. اهتمام الكثيرين بفن التزيين والديكور زاد من الإقبال على اقتناء هذه العلب الخاصة بوضع حلوى العيد أو أي مناسبة خاصة، فالكل يبحث عن إضفاء لمساته الخاصة بنكهة العيد.